فيه ترقب، لكن رهبة البداية دائما احنا يعني تجاوزناها، هي أكبر عقبة تجاوزناها. وبرضه الجمهور عرف انه امام لجنة وانه امام برنامج ما يقبل الا المبدعين. فالانسان حتى الانسان اللي ما عنده حاجة ما راح يشارك، راح يكون عنده تخوف. والشاعر اللي والانسان اللي عنده شيء واثق من نفسه راح يشارك. واليوم على ما اسمع من الاخوان في العاملين في القائمين على البرنامج ان في مشاركات وصلت لارقام مهوله وارقام كبيره. فحنا الله يعيننا على ان حنا نختار الافضل، وان حنا نضع الامور في نصابها الصحيح، ونحق الحق في لمن يستحق.